يلهب في الله. لم يثبت رؤية هلال رمضان في هذه الليلة لا محليا ولا عالميا، وعليه نكمل غدا إن شاء الله تعالى شهر شعبان 30، ويوم الخميس سيكون أول يوم من أيام رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. أولى ليال بشي رمضان وعاول في لي مصقنان أركتداد لا ودن كان شوغنو ولا ملك العالم ككم إذا لقم الشيقين سيدا استرادت بريوح أنه ما يسترينا إن شاء الله تعالى صدنك بش الشعبان خميستنا ومالك يقوه رمضان إن شاء الله تعالى وحيالي بريوح أنه صدنك أنه ما يسترو فمين دنبي يكدن بي رمضان باقيلي دون إن شاء الله تعالى إله إنه وده إنه وقارسيو محوة هاي بين دمبة يتراويح إن شاء الله تعالى. كوك سواهيلي ويزو رمضان أيكو نكانا ببوتي ويبيو كشو تتكامليشا إن شاء الله تعالى شهر شعبان 30 نا الهميسي يتكوى سيكو يا كوانزا يا رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.